الماجستير والدراسات العليا. تقدم برامج الماجستير لدى الجامعة السعودية الإلكترونية باللغة الإنجليزية وبالتعاون مع جامعة كولورادو ستيت يونيفرسيتي جلوبال كامبس، وتقتصر الدراسة على الفترة المسائية في أسلوب جديد من أساليب تقديم المعرفة، معتمداً على نظام التعلم الإلكتروني التقليدي والافتراضي. ولكن عند استئناف الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442 للهجرة، سوف تكون جميع المحاضرات عن طريق نظام بلاك بورد، بما فيها المحاضرات الحضورية المباشرة حتى الأسبوع السابع من الفصل الدراسي، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. أما عن التسجيل والشؤون الأكاديمية، فهناك لائحة موحدة للدراسات العليا توضح تلك الإجراءات. أولاً، التأجيل والحذف يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة. ثانياً، الانسحاب. إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناء على رغبته ثم أراد العودة إليها، طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد. ثالثاً، الانقطاع. يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده إذا كان مقبول للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد، أو في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل. رابعاً، إلغاء القيد وإعادته. يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في حالات متعددة، خامساً، الفرص الإضافية، حيث يجوز استثناءً من المادة 26 منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا. أما عن خدمة تسجيل المقررات، فإنها تتاح للطلاب قبل بداية الفصل الدراسي، وذلك حسب التقويم الزمني على موقع الجامعة، من خلال الدخول على موقع الجامعة وتسجيل الدخول ثم الضغط على أيقونة تسجيل المقررات. وكذلك يتاح السداد بعد الانتهاء من فترة تسجيل المقررات وفق المدة المحددة من الجامعة، من خلال الدخول على موقع الجامعة وتسجيل الدخول ثم اختيار الشؤون المالية من القائمة الرئيسية، ومن ثم الضغط على سداد الرسوم الدراسية من القائمة الفرعية. وفي حال عدم السداد سيتم حذف المقررات وإلغاء القبول. كما أنه يمكنك الوصول إلى الخدمات الطلابية المختلفة عن طريق تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية للجامعة لتظهر الخدمات المتاحة لك عبر النظام، وهي كالتالي: أولاً، خدمات بيانات الطالب، والتي تتمثل في خدمة الحالة الأكاديمية. تستعرض هذه الخدمة وضع الطالب الأكاديمي في الفصل الدراسي، سواء كان منتظم أو مؤجل أو معتذر أو منقطع أو مطوى قيده. خدمة السجل الأكاديمي، وتوفر هذه الخدمة إمكانية استعراض وطباعة السجل الأكاديمي للطالب. ثانياً، خدمات طباعة الشهادات، والتي تتمثل في خدمة شهادة التعريف. تمكن هذه الخدمة الطالب من طباعة شهادة التعريف الخاصة به مع الجدول الدراسي مختومة بختم عمادة الدراسات العليا. خدمة شهادة حضور الاختبار، تهدف هذه الخدمة إلى تمكين الطالب من طباعة شهادة متعددة الخيارات لاستخدامها عند الدخول للاختبار أو تقديمها لمرجع الطالب الموظف للحصول على إجازة رسمية. خدمة شهادة إثبات حضور الاختبار، دعم لطلبة الموظفين، تم إنشاء هذه الخدمة لتمكن الطالب من طباعة إثبات حضوره للاختبار. ثالثاً، خدمات الطلبات الأكاديمية، والتي تتمثل في خدمة طلب الانسحاب من الجامعة، تهدف هذه الخدمة إلى إغلاق سجل الطالب الأكاديمي من الجامعة. خدمة طلب تأجيل الدراسة،
تتيح لك هذه الخدمة إمكانية تأجيل فصل دراسي، وتتاح هذه الخدمات قبل تسجيل المقررات. خدمة طلب حذف المقررات أي الاعتذار عن الفصل، تمكن الطالب من الاعتذار عن الفصل الدراسي بعد انتهاء فترة تسجيل المقررات واحتساب الرسوم الدراسية. خدمة الاعتراض على نتيجة الاختبار النهائي، تتيح هذه الخدمة إمكانية الاعتراض على نتيجة الاختبار النهائي، ويتطلب من الطالب دفع رسوم مالية قدرها 500 ريال عن كل مادة يتم الاعتراض عليها. خدمة طلب حذف مقرر لإتاحة استقبال طلبات الانسحاب من مقرر دراسي واحد بعد الانتهاء من فترة تسجيل وحذف المقررات من نظام البانر. خدمة رفع أعذار التغيب عن الاختبارات، تتيح هذه الخدمة للطالب المتغيب عن الاختبار الفصلي أو النهائي من رفع العذر عن الغياب للكلية. خدمة رفع أعذار التغيب عن المحاضرات، تتيح هذه الخدمة للطالب المتغيب عن المحاضرات سواء كانت حضورية أو افتراضية من إمكانية رفع العذر عن الغياب للكلية. رابعاً، خدمات أخرى تتمثل في خدمة تغيير الفرع، تتيح هذه الخدمة إمكانية تحويل الطالب من فرع إلى فرع آخر من فروع الجامعة بشكل دائم، وتتاح للطالب لمرة واحدة فقط. خدمة تغيير التخصص، تتيح هذه الخدمة إمكانية تغيير تخصص الطالب إلى تخصص آخر داخل الجامعة وفق شروط اللائحة الموحدة لبرامج الدراسات العليا. خدمة طلب البطاقة الجامعية، تمكن هذه الخدمة الطالب من طلب البطاقة الجامعية. خدمة نسبة الغيابات، تمكن الطالب من الاستعلام عن نسبة تغيبه عن المحاضرات الحضورية والافتراضية. ولمعرفة ما يستجد، يرجى متابعة الإعلانات عبر زيارة موقع الجامعة وحساب التويتر الخاص بعمادة الدراسات العليا. كما أنه يمكنك التواصل مع عمادة الدراسات العليا عبر رفع تذكرة عن طريق نظام دعم مع إيضاح جميع الطلبات والاستفسارات المطلوبة كاملة، أو عبر البريد الإلكتروني مع إيضاح جميع الطلبات والاستفسارات المطلوبة كاملة بالإضافة إلى بيانات الطالب أو وسيلة الاتصال. وكذلك يمكنك التواصل مع الكليات عبر رفع تذكرة عبر نظام دعم موجهة للكلية المعنية مباشرة، أو عبر البريد الإلكتروني للكلية مع إيضاح الطلب الكامل. وللتواصل مع عمادة تقنية المعلومات فإنه يتم ذلك عبر نظام دعم إن كنت لا تستطيع الدخول على حسابك الرسمي في الجامعة ولديك مشكلة في نظام الدخول الموحد، يمكنك الرفع بالمشكلة من بريدك الشخصي على البريد الإلكتروني التالي. وفي حال كان هناك مشاكل تقنية في نظام البلاك بورد، يتم رفع تذكرة عبر نظام دعم موجهة لقسم البلاك بورد.